بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة بما أننا في شهر شعبان حابة أتكلم عن استعدادات شهر رمضان. يقول ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان شهر كريم، شهر جميل، كل الدنيا بتتجهز لشهر رمضان إلا طبعا من رحم ربي. كل الدنيا كلها بأجمعها بتتجهز لشهر رمضان، حتى الجنة بتتجهز من رمضان اللي فات لحد رمضان ده علشان رمضان والناس الجميلة اللي هي عايزة ربنا يعني يحصل لها نصيب من أهل رمضان ومن ناس رمضان ومن عبدة رمضان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتتزين من العام إلى العام لأجل رمضان، فإذا جاء أول يوم نادت الملائكة: يا ربي اللهم اجعل لي من هذا الشهر من عبادك سكانا. طيب نشوف الشرط بقى: فمن صان نفسه كتب الله له قصرا في الجنة لو جمعت الدنيا كلها فجعلت فيه لم تكن إلا كمربة عنز. الله أكبر. شايفين الجمال؟ شايفين العطاءات؟ شايفين جمال الدنيا كلها اللي بتتجهز لشهر رمضان؟ مين مش مفتقر؟ مين مش عايز؟ مين مش محتاج؟ على قدر الكد تكتسب المعالي. أيقظوا العزيمة يا جماعة، شدوا حلكوا على قد ما تقدروا. هو شهر في السنة كلها، لو اجتهدنا في الشهر ده طول الشهر مش هنتعب، يعني زي بعضه نضحي شوية، وكله لأجل لنا، لأجلنا من علشان خاطرنا، علشان اللي عايز ينجح، اللي عايز يتوفق، اللي عايز ربنا يحفظ له أولاده، اللي عايز قصر في الجنة. كلنا مفتقرين وكلنا عايزين ربنا يظبط لنا حياتنا، يبعد عننا كل المشاكل، كل الهموم، كل الغموم. مين مش عايز؟ نجتهد شوية، استعد، يبقى عندي استعداد للخير كله. النبي عليه الصلاة والسلام كان اجود ما يكون في رمضان: اصلي تراويحي، اصلي قيام ليلي، اصوم نهاري صح، افطر يبقى افطر صح، كل حاجة امشي عليها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لي وزي ما الله تبارك وتعالى وصاني. يعني انا للأسف الشديد بشوف ناس بتضيع وقتها بطريقة غير طبيعية، وخاصة في رمضان. طب ده شهر واحد استغله، الله تبارك وتعالى اصطفى من الملائكة والناس رسلا، فاصطفى من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، واصطفى من بني آدم الرسل، واصطفى منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واصطفى من البقاع مكة والمدينة، واصطفى من الأيام الجمعة، واصطفى من الشهور رمضان. فعلينا ان احنا نستغل الوقت ونستغل الشهر، لان هو الوقت اصلا بقى سريع جدا. فهو شهر واحد في السنة، فيه ليلة خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة عبادة، ومش اي عبادة، عبادة صحيحة. يعني احنا لو واحد عنده 80 سنة مستحيل ان هو هيقعد فترة عمره كلها على عبادة وعلى تقوى، لكن ليلة القدر دي بال 83 سنة يعني كاملين من العبادات، مقبولين كمان. فشهر انزل فيه القرآن، الشافعي كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان، مرة في الصباح ومرة في المساء. طيب أنا فين من كل ده؟ وأنا اللي محتاج. إن الله غني عن العالمين. شهر رمضان بيجي، كل الدنيا بتتغير، بيحدث تغيرات كونية. زي ما قلنا الجنة بتتزين، فتحت أبواب الجنة، فيه تفتح أبواب الجنة. تفتح دي يعني معناها شدة الانفتاح، شدة الفتح. طيب وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. طيب حنقف عند تصفد الشياطين. يعني إيه تصفد الشياطين؟ يعني الشياطين بتسلسل. تمام. طب في ناس بتجيني وتقولي: أنا لا بحس بوساوس، ده أنا خناقاتنا بتكتر في رمضان، ده 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 وهكذا. طيب دلوقتي اللي بتصفد هي كبار الشياطين ومرضة الشياطين، أطفال الشياطين لم تسلسل، بيبقوا سايبين.
فطبعا اطفال الشياطين، طبعا الاطفال ممكن تخرب الدنيا. يعني سي لو انت سبتي ابنك او ولادك في البيت وسبتيهم ومشيتي ورجعتي، ممكن يعملوا ايه؟ ممكن يخربوا الدنيا. فهي بتبقى اطفال او صغار الشياطين لم تسلسل او لم تصفد. فنحذر وناخد حذرنا برضو، من مركنش بقى كل حاجة اقول ايه لا، طب ما الشياطين مقفولة متسلسلة متصفدة، طب ايه اللي بيحصل ده؟ اخد حذري، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم دايما. يقول ربنا تبارك وتعالى: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. والصوم فريضة، الصوم يا جماعة يورث التقوى، ولازم اخرج من رمضان احس اني انا اعمالي كلها زادت، ايمانياتي زادت، عباداتي زادت، استمر على العبادات واستمر على التقوى، يكون يعني رمضان نقطة تحول في حياتي. لازم، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يقول امين امين امين، فسألوه الصحابة رضوان الله عليهم: لمن تقول امين يا رسول الله؟ قال: جاءني اخي جبريل وقال: خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يخرج منه مغفور الذنوب. قلت آمين آمين آمين. فعلينا إن إحنا فعلا نستغل شهر رمضان بكل ما فيه، نستغل كل وقت، نستغل كل دقيقة فيه. والذين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقوى. يعني لازم إيماني يزيد في رمضان، أنا بطلب الهدى من الله، بطلب العون من الله، الله تبارك وتعالى هيعيني. العبادات كلها يا جماعة اجتهادات، لابد اني انا اجتهد ولابد اني انا اصبر، صبر مني على العطش وعلى الجوع وعلى العبادات وعلى القيام وعلى الكرم وعلى العطاء وعلى خروج الصدقات والزكاة، كل ده صبر مني طبعا يحتسب عند الله تبارك وتعالى. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. علي الاجتهاد قدر المستطاع. يعني انا يحضرني قصة لست يعني كبيرة كنت عندها مرة في زيارة ولقيتها صايمة، فيعني انا ما كنتش صايمة حقيقي وقتها، فقالت لي: ليه مش صايمة؟ دي الايام القمرية. فقلت لها: طب يعني معلش انا بروح الجامعة ومش عارف ايه ويبقى في الحر بقى ومشقة عليا وحاجات زي كده. فقالت لي: معقول تبقي ضيفة ربنا وربنا ما يعينكيش؟ الكلمة اثرت فيا جدا جدا، يعني اثرت فيا بطريقه يعني ما عندكوش فكره. ولقيتها بتقول لي يعني ربنا بيقول الصوم لي وانا اجزي به، معقول انت هتكوني ضيفه ربنا وربنا مش هيقويكي؟ وكانت الست دي يعني كانت تقريبا عندها يعني ما يقرب من 70 سنه، وكانت بتتعلم القرايه والكتابه علشان تقرا القران. شايفين الاجتهاد؟ يعني واحده زي دي خلاص يعني بتقول لك انا عمري بيخلص، ايه اللي انا بعمله؟ ولكن عندها اجتهاد، عندها عزيمه، عشمانه في ربنا تبارك وتعالى، عايزه الدين، عايزه الزياده. قالت السيده عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بماذا ادعي في شهر رمضان؟ او ايه الدعاء المستحب؟ قال لها: قولي: اللهم انك كريم حليم عفو غفور تحب العفو فاعف عنا. فدايما اكون على الدعاء ده، الدعاء ده جميل جدا جدا. اذا ربنا تبارك وتعالى عفى عنك اكرمك، فانت خلاص نلت كل الخير، نلت الخير كله حرفيا. شهر رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتقا من النيران. مين مش عايز ينال كل الخير ده؟ للجنه 8 ابواب، باب منهم للصائمون يسمى الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا منه لم يدخل بعدهم أحدا. عايزين نتكلم عن مبطلات الصوم أو مفطرات الصوم. إيه هي؟ إيه الحاجات اللي أعملها تفطرني في رمضان؟ كل ما يدخل الجوف عند أو تذكر، بمعنى يعني أنا أي حاجة أدخلها، نقط الأنف مثلا دي بتفطر، أي علاج، أي مكان حاجة تدخل الأنف أو الفم دي على طول على طول تفطر الصائم. طيب وإيه تاني؟ القيء، لو أنا يعني خليت نفسي أتقيأ بمزاجي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي صومه ومن جاءه القيء فليس عليه شيء. الحيض والنفاس والعلاقة الزوجية، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: هلكت يا رسول الله. قال: لما؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال:
تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. قال تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. قال تستطيع أن تصوم 2 شهر؟ قال لا أستطيع. قال فإذا اجلس. فإذا برجل جاء بصاعين من تمر، فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا وتصدق به على فقراء المسلمين. قال يا رسول الله والله ما وجدت أفقر مني أو أحوج مني. فقال تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه وتصدق به على أهل بيتك. طيب إيه تاني من مبطلات الصيام؟ القنوات. وبتك قوي 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 على موضوع القنوات ده. أقعد بقى طول النهار صايم وآجي بقى المغرب تيجي ابتدي اتفرج على المسلسلات والبرامج الغير هادفه وغيره وغيره، وقعدتي على السوشيال ميديا ووسائل التواصل، وابتدي اضيع صيامي وابتدي اضيع عباداتي كلها. طيب هضرب لكم مثال صغير جدا، ومعلش كده يعني ايه كل واحد يجاوب كده مع نفسه. لو انا دلوقتي شفت واحد جاء من اذان الفجر وبدا يزرع في ارض كبيره جدا، يزرع فيها مستمر لحد أذان المغرب، وبعد المغرب ما أذنت بدأ يخلع كل اللي هو زرعه ويرميه، يخلع ويرميه، هتقولوا عليه إيه؟ أكيد طبعا مجنون. طيب إحنا بنعمل للأسف كده، بنصوم من الفجر للمغرب، نعمل إيه؟ نمنع الأكل، نمنع الشرب، نصلي، نعمل ده كمان للناس اللي هي بتعمل. للأسف في ناس بتنام بعد الفجر والصبح، وللأسف الشديد ده بيبوظ حياتك نهائي تماما، بيبوظ يومك، بيبوظ عباداتك. ربنا عايز يشوف منك صيام حقيقي، مش عايز تقول أنا صايم وبس، أنا صايم ومقضيها نوم، أنا صايم ومقضيها على التلفزيون، أنا صايم. لا أبعد. أنا أعرف ناس والله بيبعدوا بيقفلوا تماما التليفون، يعني التليفون أرضي بيشيلوا فشته، التليفون الموبايل بيشيلوه تماما. فعلي أني أنا أستغل قوي 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 الشهر ده، يعني ما فوتهوش من إيدي، يعني ما فوتهوش، ما فيهوش كلام. وأصلا زي ما قلت الوقت بقى سريع جدا، يعني أنا يدوب رمضان بيجي أول يوم يدوب خلاص العيد، فعلي أني أنا أغتنم الوقت وأستغل شهر رمضان وأستغل كل دقيقة فيه. ولازم أخرج من رمضان يعني زي ما قلت إيمانياتي زي ده، الدنيا أحسن معايا، ويكون في استمرار في العبادات وفي الإيمانيات. اللهم تقبل منا ومنكم خالص الأعمال، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أشكركم وإلى اللقاء.